بسم الله الرحمن الرحيم. تشرفنا اليوم في محافظة واسط بزيارة سعادة السفير الألماني لدى العراق. هذه الزيارة الرسمية التي تمت بالتنسيق مع وزارة الخارجية هي لها أهمية كبيرة من وجود سعادة السفير لأول مرة سفير من الاتحاد الأوروبي لدولة كبيرة ومهمة مثل ألمانيا يزور محافظة واسط. الحقيقة الزيارة هي لها أهمية كبيرة على جوانب متعددة، وسعادة السفير يريد أن يؤسس إلى علاقة عمل مع محافظة واسط، ولوجود أيضا إمكانات مهمة في المحافظة على مستوى الجيوسياسي وأيضا على مستوى الاقتصادي والاجتماعي. وتم بحث ملفات متعددة في مجالات التربية والصحة وأيضا الصناعة، وأيضا تحدثنا مع سعادة السفير بضرورة وجود الشركات الألمانية في واسط وخاصة في مجال الطبي. لدينا عدد من الشركات إن كانت مجهزة، لكن أيضا نحتاج إلى تواجد أكبر إن كان على مستوى الفرق الطبية. هو أيضا طلبنا من سعادة السفير أن يكون هناك مركز تخصصي للأطباء الألمانيين حتى ممكن أن يقدموا خدمة لمحافظة واسط، أيضا في مجال التربية والتعليم ومجالات أخرى الزراعية كانت أيضا المحور الأهم. كان مهم سعادة السفير زيارته أنه يطلع عن واسط وتاريخها. Guten Morgen meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, heute in Wasit zu sein. Das ist der erste Besuch eines deutschen Botschafters hier im Gouvernorat und er soll der Auftakt sein für einen künftigen engen Austausch und eine Zusammenarbeit. صباح الخير سيداتي وسادتي، أنا سعيد جدا بتواجدي اليوم هنا في واسط. هذه الزيارة الأولى لسفير ألماني إلى هذه المحافظة، وأتمنى وأعتقد أن هذه ستكون البداية لزيارات أكثر وعمل مشترك. Ich bedanke mich besonders beim Gouverneur, der uns sehr freundlich empfangen hat. Wir hatten ein ausgezeichnetes Gespräch, in dem uns dargelegt wurde, welche Chancen es sich hier in Wasit bieten, dem kleinen Irak, aber auch wo die Aufgaben für die Zukunft. كذلك أشكر سيادة المحافظ جزيل الشكر على هذا الاستقبال الحار. كان هنالك حديث مهم جدا ووافي حول الإمكانيات المتوفرة في هذه المحافظة، هذا العراق الصغير. كذلك تحدثنا حول العمل المستقبلي والمهام المستقبلية، وأعتقد أنه سيكون هنالك حوار أكبر وأعمق حول ما يمكن عمله في المستقبل وماذا يمكن أن يكون التزام ألمانيا هنا. Ich war besonders beeindruckt von der klaren Analyse durch den Gouverneur und seine Mitarbeiter und auch davon, dass dieses Gouvernorat einen sehr gut durchdachten, wie mir scheint, sehr gut durchdachten Plan hat, wie man die Provinz weiterentwickeln kann. أنا خاصة أثار إعجابي التحليل الواضح والمهم الذي قدمه لنا السيد المحافظ وفريقه. كذلك لديهم برنامج واضح وبرنامج جيد لهذه المحافظة، وأعتقد على أساس هذا البرنامج يمكن العمل. Und obwohl das der erste deutsche Botschafterbesuch hier in der Provinz ist, haben wir gleich sehr viele Anknüpfungspunkte zwischen Wasit und Deutschland, deutschen Unternehmen. ومع أن هذه الزيارة الأولى لسفير ألماني لهذه المحافظة، ولكن وجدنا أنه بالفعل توجد العديد من نقاط العمل المشترك. هنالك مدرسة ألمانية هنا وهنالك شركات ألمانية، وأعتقد أن هذا أساس جيد لبداية عمل مشترك أعمق.